حاجة مش طريفة، حاجة مؤلمة إلى حد كبير إنسانيا، أنا وجعتني وألمتني شخصيا، لكن لم أنظر إليها على أنها حكاية إنسانية، وإنما نظرت إليها على أنها حكاية سياسية، حكاية حقيقة ما يجري في المنطقة. الأول عشان ما أنظرش، فيديو صغير لواحد عراقي، عالم عراقي، عالم نابه، عالم عمل حاجات كتير، 18 براءة اختراع وتطوير منظومات رياضية وتغيير وتطوير في منظومة طائرات ومطارات، حاجة عالم يعني يبدو عليه ان هو، وثلاث شهادات في الرياضيات والهندسة والطب المتخصص، قصة كبيرة جدا. ماله يعني؟ اسمه جميل حميد إيليا. جميل حميد إيليا أو إيليا. جميل حميد ده رجل عراقي مسيحي، عالم من العلماء اللي قريت تاريخه لقيت حاجة تشرف. حاجة تشرف. في الوقت اللي احنا فيه المفروض نبحث ان احنا نقابل جميل حميد إيليا ونجري معاه حوارات ويقول للناس ويحكي ماذا قدم وماذا انتج وماذا ابتكر وماذا اخترع، ويكون الراجل ده مرشح لنوبل او خلافه. قعدت قريت السي في الاول بتاعه، حصل لي حاله اعجاب شديد وفخر بهذا العالم العربي الذي جاء من بلاد الرافدين، جاء من الفرات ومن دجله، جاء من بغداد، جاء من هذه الارض التي كانت وأصبحت. هذا الرجل للأسف الشديد، تابعت لقطات فيديو قصيرة بسيطة أحزنتني، وأعتقد أنها ستثير أحزانكم أيضا. جامعة بغداد قريتها خارجي. Are you serious? Yes, I am serious. Medicine, I studied medicine. The rest of الطب والهندسة. In which college? I don't want to talk. Prove that. Oh, no need. I have certificates from the government regarding... Which government? Iraq. Government of Iraq regarding my... in mathematics. Besides, I improved the airplanes of Iraqi Airways. صلحت صح يعني طورت الطائرات. طور طائرات بال. الخطوط الجوية العراقية. أضفت لها جهاز. الآن لما تروحون للمطار كلهم نريد نشوف الاختراع مع العمو جميل. اسمي جميل حميد إيليا. تروحون هناك على المطار وقولوا لهم. Anyway, now did you need something? Yeah, no, thank you very much. I need another coat. البنطلون. Trouser. شو البنطلون؟ عالم بهذا الشكل بعد ما قال اللي قاله، قال له انت عايز ايه؟ قال له عايز بنطلون. عايز بنطلون لانه العراق اللي اتدمرت في 2003 باحتلال امريكي وبرغبه جامحه في التخلص من صدام وحزب البعث ودخلت ايران، تحول العراق، عالم عراقي المفروض ياخد نوبل، الى كل هدفه في الحياه يلبس بنطلون. راح يتسول بنطلون لانه قاعد في دار مسنين. لولا ما تم تدمير العراق بهذا الشكل في هذا التوقيت بالاحتلال الامريكي للعراق في 2003، ويطلع علينا بول بريمر الحاكم الامريكي للعراق ويقول ستكون العراق واحه للديمقراطيه، الكلام ده في 2003، هذه هي الديمقراطية على الطريقة الأمريكية والطريقة الغربية، يا ناس يا متعلمين يا بتوع المدارس، هي دي العراق. اتضربت فين العراق؟ من قاعدة عيدين الموجودة في قطر. يعني الطائرات الأمريكية انطلقت من القواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة في قطر في العيدين. يبقى العالم اللي موجود قدامنا اللي مش لاقي بنطلون، مش لاقي بنطلون، عايز يتسول عالم عراقي عنده 10 براءات 18 براءة اختراع وعمل تعديل في طيارات وعمل قدامكم زي ما انتم شايفين، في الاخر كل هدفه في الحياة خلاص عايز بنطلون. انتوا متخيلين حجم الكارثة فين؟ دولة كان دول علمائها اصبحوا متسولين في الشارع،
من فعل ايه؟ خيانه. خيانه واضحه. وهذه الخيانه بقول جميل حميد ايليا وكل جميل حميد وكل مواطن عراقي، كل شهيد عراقي، كل واحد في العراق ضاع ذنبه في رقبه هؤلاء الذين ساعدوا على احتلال العراق، تدمير حضاره العراق، تدمير الدوله العراقيه، ضياع الحلم العراقي بهذا الشكل من قاعده عديد القطريه. دي كانت، ده شغل قطر، دي انجازات قطر، دي انجازات قناه الجزيره القطريه، هي دي الانجازات اللي قامت بيها على الارض، تدمير دوله زي العراق بهذا الشكل.